برحب بحضراتكم مرة تانية ومستمرين معاكم في متابعتنا داخل أحد المشروعات القومية اللي بتقوم بيها الدولة، وأيضا اللي بيشرف عليها الجهة الهندسية أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كجهة إشرافية، وفي مجموعة من شركات المقاولات اللي بتقوم بهذا أو بتقديم هذا المشروع للمجتمع. وزي ما قلت لحضراتكم مشروع سحارات سيرابيوم اللي موجودة هنا واللي احنا بصدد اننا بنتكلم وموجودين بالفعل على أرض هذا المشروع، والهدف الأساسي منه هو نقل المياه من قناة السويس القديمة إلى سيناء من أجل التنمية، وزي ما قلنا تنمية محور قناة السويس وتنمية سيناء والمدن والقرى اللي في سيناء اللي ممكن تتضرر نتيجة لنقص المياه بعد حفر قناة السويس الجديدة. برحب بحضراتكم مرة تانية، وخليني أعرف تفاصيل أكتر بخصوص هذا الموضوع. بينضم لي وينضم لحضراتكم باشمهندس أحمد سعد زغلول بهناسي، مدير قطاع مشروعات سحارات سيرابيوم والمحسنة. برحب بحضرتك يا فندم وأهلا بيك معنا في قناة المحور. أهلا بحضرتك، شرفتونا. أهلا بحضرتك معنا. إحنا النهاردة موجودين بنتابع سير العمل داخل مشروع من أهم المشروعات القومية في منطقة من أكتر المناطق اللي في حاجة إلى تنمية، وهي منطقة سيناء، أو أنه هيمد منطقة سيناء بالمياه اللي كانت مهمة جدا جدا للتنمية والاستثمارات وللمشروعات اللي هتبنى على ضفاف القناة كمان. خليني أعرف من حضرتك بداية العمل في هذا المشروع بدأت إزاي وإيه تطورات العمل اللي وصلت لها؟ تمام، هنعرف المشروع في أقل من نص دقيقة. الغرض منها طبعا اللي هو ري حوالي 70,000 قد يصل إلى 100,000 فدان صراع، وفي نفس الوقت هي اصلا المايه دي كانت اوريدي موجوده، بس قناه السويس الجديده كانت هتيجي تقطعها، ولازم كنا نوصل المايه قبل ما تقطع قناه السويس الجديده تقطع هذه الترعه. والحمد لله تم بالفعل في نفس الموعد 6/8/2015. قبلها كانت المايه معديه عادي، ما فيش اي مشاكل وما انقطعتش مايه على الناس خالص. المشروع ده عباره عن مرحلتين. المرحله الاولى من صحاره سيرابيوم واربع بيارات بنعدي منهم النفقين، كل بيارتين فيهم نفقين بيعدي وراح جاي. عدينا مرحله اولى بيارتين من غرب قناه السويس الجديده الى شرق قناه السويس الجديده، والمرحله الثانيه وتم افتتاحها طبعا، والمرحله الثانيه ان شاء الله في النصف الثاني من 2017 نعدي المرحله الثانيه من صحاره سيرابيوم، اللي هي في الاخر في النهايه هتوصل اكثر من 70,000 فدان زراعات موجوده وري وميه شرب للناس والقرى اللي موجوده ابطال وغيره. بالظبط، دي النقطه بقى المهمه جدا انا حابه نخلي وجود حضرتك معانا نتكلم فيها، انه المشاهد احنا تابعنا طبعا وكان في جوله النهارده واتكلمنا وشفنا المشروع وشفنا رسم توضيحي وكل التفاصيل دي، ولكن انا عايزه من خلال وجود حضرتك معانا نوضح للمشاهد اللي قاعد في البيت اللي غير متخصص في الهندسه والانشاءات، انا دلوقتي بعمل المشروع ده ليه وهيفيد اهالي سينا بايه اللي المفروض كان لولا هذا المشروع كان زمان في ضرر كبير جدا وقع عليه. اتفضل. تمام، هو زي ما قلت لحضرتك ان عمليه مشروع قناه السويس الجديده كان جاي هيقطع ترعه موديه ميه اوريدي لسيناء. تمام، طب انا اعمل مشروع قناه السويس الجديده واقطع ميه على الناس، ولا اوصل الميه للناس قبل ما اعمل المشروع؟ طبعا بالظبط، وده اللي تم بالفعل. تم ازاي عشان ما اخش في حاجات فنيه كتير؟ تم عبر انفاق تحت الميه حوالي 56 متر عدت من الغرب قناه السويس الجديده الى شرق قناه السويس الجديده. لري حوالي زي ما قلت لحضرتك حوالي 70,000 فدان، وعشان الميه ما تنقطعش عن الناس خالص، وده اللي تم بالفعل. ايه اللي نقدر نقول ان اللي هذا المشروع قدمه لاهالي او لاراضي شرق القناه؟ اولا هيقدم للناس بزياده الرقعه الزراعيه، ودي مهمه جدا. ميه يعني زراعه يعني حياه، وخلقنا من الماء كل شيء حي. فالنهارده ان انا لما هودي ل 70,000 فدان وقد يصل الى 100,000 فدان دون انقطاع، يعني معناها ان انا بزود الرقعه الزراعيه، ودي مهمه جدا جدا لاهالي سيناء. يعني كل الدوله موجهه كل شغل الدوله كله تقريبا لسيناء اللي كانت محرومه من حاجات كتير جدا. النهارده سيناء فيها مشاريع كتير تنمويه على محور قناه السويس الجديده بالذات، لان دي اللي خلاص قناه السويس الجديده يعني معناها ان انا خلاص دخلت في سيناء. انما لو انا بشتغل شرق قناه السويس الحاليه خلاص دي في جزيره ما فيهاش مشاكل دي.
لكن انا بشتغل شرق قناه السويس الجديده اللي هي بقت انا جوه سيناء. تمام. ده بالنسبه لمشروع صحراء الصرابي. في مشروع اخر لو انت عايزه تقفلي على المشروع صحراء الصرابي ونتكلم في المشروع الاخر مفيش مشاكل. صحراء الصرابيوم زي ما قلت لحضرتك النصف الثاني من 2017 هننتهي المرحله الثانيه اللي هي تتصل بعد كده الى حوالي 100,000 فدان. تمام. ازاي قمتوا بتنفيذ هذا المشروع في هذه المده؟ مده نسبيا قليله بالنسبه لحجم المشروع لان المشروع ضخم وصعب جدا على المستوى الهندسي وعلى مستويات كثيره وعلى المستوى الميداني كمان. الوقت اللي استغرقتوه قد ايه؟ فاضل لنا وقت قد ايه تقريبا؟ التعامل مع المهندسين، العمال عددهم قد ايه؟ كل التفاصيل اللي عايزه حضرتك تكلمنا عنها. تمام. مده التنفيذ بتاعت المشروع كان يجب ان احنا ننفذ ونخلص المشروع ونعدي الميه للناس في فتره السنه بتاعت حفر قناه السويس. هي دي اكبر تحدي. وتم انجازه. انا مربوطه بمده معينه طبعا. ان لو القناه انجزت قبل ما الناس توصل لها الميه يبقى في عندي ضرر كبير. في كارثة. طبعا. وده الحمد لله بفضل الله بفضل الاداره الرشيده لجمهوريه مصر العربيه بقياده القائد الاعلى للقوات المسلحه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته اليوميه والمباشره للمشروع ثم اللواء كامل الوزير رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه. الحقيقه ما كانش بيسيبنا نهائي لا سياده اللواء كامل الوزير ولا رئيس عبد الفتاح السيسي. بجد والله كان تليفوناته يوميا وزياراته الميدانيه في المشروع يوميا تقريبا اللواء كامل الوزير مرتين وثلاثه. رئيس عبد الفتاح السيسي كان كتير جدا بيه. ممكن نكون احنا شفنا او ما شفناش دي مواضيع اخرى لكن دائما متابعته لدرجه بالتليفون. احنا شفنا او ما شفناش اللي هو مين؟ احنا كمتلقي كمشاهد يعني كمواطن عادي خارج المشروع مثلا. ما هي دي. طب احنا هنشوف من خلال حضرتك ومن خلال القائمين على المشروع ده احنا هنعرف الصوره هنا كانت ماشيه ازاي. سياده الرئيس كان بيتابع المشروع ده بالذات في اليوم مره واثنين وثلاثه حقيقي والله. انا مش طبعا لانه امن قومي. انا بهدد امن قومي زي ما حضرتك قلتي في الاول يعني ايه اخلص قناه السويس حفر يعني ايه اخلص وما اوديش ميه بالظبط. لازم اودي ميه قبل الكرامه تعدي تتفتح بس. وده اللي تم الحمد لله رب العالمين. تمام. الحمد لله. كلمني عن التعامل مع العمال. شايفه ان في عندنا عدد عمال ضخم بالنسبه للعمال ومشروع ضخم. اخد وقت واخد جهد واخد تكلفه ماديه. تمام. وتعب وجهد بدني. تمام. كلمني في تفاصيل بالنسبه للمشروع. عدد افراد الناس اللي بتشتغل فيه من اول العامل لحد المدير بكافه الشركات اللي هي المقاولين تحت كونكورد الهندسه والمقاولات. في كام شركه مبدئيا مع حضرتك؟ المين كونتراكتور او المقاول الرئيسي شركه كونكورد الهندسه والمقاولات اللي هو احنا. والشركات اللي تحت مني شركه باور ايجيبت شركه كبيره جدا شركه عالميه فرعها في مصر شغاله معانا في حفر الدايفرام ده اللي هو البيارات دي. عشان كده احنا بنقول ان احنا برضو من ضمن المعاناه والمعوقات اللي احنا كنا شغالين فيها ورغم ذلك تحديناها ونفذنا المشروع في موعده اللي هي ان احنا كل بننقل كل معداتنا والماتيريال المواد بتاعتنا وعمالنا وكله عبر المعديات. مشكله. ده بياخد وقت ما اعرفش كام سنه وقت وتكلفه وجهد النهارده تكلفه ماديه ووقت النهارده انفاق السيارات هتسهل المهمه طبعا. 10 دقائق يعدي عدد كبير من العربيات انما انا بعدي في المعديه بعربيه نقل وعربيه مش عارف نفضل واقفين لحد ما نحمل لكن رغم ذلك تحدينا ده بايه؟ تحدينا بان احنا مثلا بدل ما هننفذ المشروع دوت ب 300 واحد لا خليهم 600 عشان اضغط الزمن لان مفيش حد كان خلاص مفيش يعني سنه يعني سنه وده الحمد لله تم عشان كده. تكلفه المشروع مش تكلفه كبيره 170 مليون بالنسبه لصحراء الصرابي حقيقي يعني مش تكلفه كبيره خالص بالنسبه للجدوى المشروع طبعا مش تكلفه 170 مليون ولا حاجه بالنسبه للمية وكام ده زي ما قلنا مشروع بيهدد يعني كان بيهدد الامن القومي. احنا النهارده جينا وشفنا صحراء سيرابيوم ورصدناها وكان لنا جوله داخل هذا المشروع وتكلمنا فيه باستفاضه ان شاء الله في انتظار نهايه هذا المشروع وفي انتظار مشروع مصرف المحسنه. هنيجي ان شاء الله نصور ونعمل حلقه فيه ونتابع برضو اخر التطورات في المشروع ده لانه اكيد زي ما حضرتك قلت لا يقل اهميه عن مشروع صحراء سيرابيوم. ويا ريت تزورونا كتير تشوفوا ده وتنقلوا للناس. احنا ده دورنا اللي احنا موجودين عشان ده دورنا والصحر اللي احنا قاعدين فيها والشغل اللي قاعدين فيه وبنعمل ايه. ربنا يقويكم وبشكرك جدا باشمهندس احمد سعد زغلول بهناسي مدير قطاع مشروعات صحراء سيرابيوم والمحسنه. سعيده بلقاء حضرتك وان شاء الله يكون لنا لقاء قريبا. ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا.